رسول الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحياة المادية الصعبة اللي بيعيشها الناس، أحيانا بيكون الواحد محتاج يشوف لمسات النبي صلى الله عليه وسلم العاطفية الروحانية اللي بيتعامل فيها مع الناس برحمة، بعطف، بإنسانية، بحب، بمودة. ولذلك أنا بختار الآن معنى أو رحمة من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعامل مع إنسان. الإنسان ده عنده موهبة، والإنسان ده موهوب. أحيانا شباب كتير بيكون موهوب لكن مش عارف يعبر عن موهبته، ومحدش حاسس بموهبته، فبيلجأ أحيانا لطرق عنيفة، أو أحيانا يلجأ إن هو يضايق اللي حواليه أو يسبب شوشرة على اللي حواليه، مش علشان هو سيء ولكن علشان هو موهوب ولا أحد يلتفت أو يسمع لموهبته. كأنه بيقول لهم اسمعوني، كأنه بيقول أنا موهوب. ناس كتير بتكون موهوبة في حياتنا المعاصرة وتعيش بموهبتها وتدفن وتموت وتدفن معها موهبتها ونخسرها جميعا. لكن تعالوا نشوف لقطة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقطة فيها رحمة، لقطة فيها حنان، لقطة فيها اكتشاف للموهبة، لقطة فيها ازاي تعامل مع النفس البشرية، لقطة فيها الحقيقة لقطة جميلة جامعة. هو كان شاب، والشاب دون اسمه سلمة بن معمر، هو من أهل مكة، وهو يوم فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة والناس تقبل بالألاف يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم اللي أسلم بصدق وفيهم اللي أسلم كده وكده، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن أول مرة الأذان في مكة. ويؤذن بلال، سلمة ده اللي أنا بحكي قصته، الموهوب ده موهوب في إيه؟ صوته حلو وعنده 16 سنة. بلال بيأذن فوق الكعبة وسلمة تحت الكعبة متضايق من أذان بلال، وعمال يحدث سخرية وتريقة على 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 بلال. وقريش اللي هم لسه ما أسلموا أو أسلموا كده باللسان بيضحكوا، وبدأ صوت الضحك يعلى ويعلى الصوت، وصل الصوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فقالوا ده شاب كذا كذا كذا، فقال نبي ائتوني به. هو بقى اللي بيحكي الحكاية سلمة بن معمر، فيقول فعلمت أني مقتول، ده يعني أكيد حيتبحني. فأخذوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس تنظر. ها لو انت بقى مكان النبي وشاب زي ده هيتعمل فيه ايه في حياتنا دي؟ انت ولد مش مؤدب كذا كذا، هيتعمل فيه 100 حاجه وحاجه. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ويقول له بلغني انك حسن الصوت. النبي راح الموضوع على طول، ده ولد موهوب. فقال اذا ماذا يعني هتعمل فيه ايه؟ فقال له النبي، النبي ما لموش، فقال له النبي هل اعلمك الاذان؟ ممكن تتعلم الاذان؟ فقال وتفعل؟ معقولة؟ فقال نعم. يقول سلمة فظل يعلمني الآذان والناس تنظر، يعني النبي بيعلمه في وسط الناس، فالولد حاسس ان هو يعني proud ان هو النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بيه. فيعلمني الآذان. يقول سلمة كلما علمني نظر في عيني وابتسم في وجهي ومسح على صدري حتى قلت هذا رسول الله. فلما انتهى من الآذان نظر إلي وقال هل تقبل أن تكون مؤذن أهل مكة؟ فقلت أنا؟ قال نعم. فقلت أقبل؟ قال من اليوم أنت مؤذن أهل مكة. خلصت القصة. لكن اللي بيحكي القصة سلمة بيقول ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلت إلى اليوم مؤذن أهل مكة، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني بهذا الرفق لكنت الآن من أهل النار ولا قيمة لي في الدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللي خد بإيدين الناس واللي قابل الإساءة بالحسنة واللي كان رفيق بالناس، رحمة كبيرة قوي واحتواء للناس كبير قوي. اللهم اجعلنا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.